الصحابة. Presidency for some over others. We begin with the Khulafa al-Rashidin. أبو بكر، عمر، عثمان، علي. The rest of the six that make up the ten promised paradise. طلحة ابن عبيد الله، سعد ابن أبي وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، أبو عبيدة ابن الجراح، الزبير ابن العوام، سعيد بن زيد.